يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. شكرا جزيلا على استضافتي. الناتو حلف دفاعي عسكري، ما هي أولوياتكم اليوم؟ يعني بين حرب أوكرانيا ودعم كييف عسكريا أو البيئة واتخاذ إجراءات لتخفيف الضرر اللي تتسبب فيها الحروب للكوكب، ماذا تختارون؟ علينا أن نكون قادرين على التركيز على المهمتين معا وفي نفس الوقت، لأنه لا طرف لدينا أن نواجه تحديا دون الآخر. علينا أن نواصل دعم أوكرانيا لأنها ضحية جارة اسمها روسيا، فهي التي اجتاحت أوكرانيا بالقوة العسكرية، وأوكرانيا لها حق الدفاع عن نفسها وعن حدودها، ونحن نساعدهم على تحقيق ذلك. بطبيعة الحال حق الدفاع عن النفس منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. في الوقت نفسه نحن نواجه تحديات أخرى، ولذلك حلف شمال الأطلسي مجند لذلك. ألم تعرق اليانس الحرب في أوكرانيا الجهود البيئية؟ نعم، هناك تأثير على البيئة، لأن الحروب تضر بجهود مواجهة التغير المناخي، وهذا بسبب التآكل الذي يحدث للثقة بين الدول من أجل تقليل انبعاثات الكربونية، وكذلك لأنه يجب أن تصرف تلك الأموال في مواجهة الغازات الدفيئة بدل صرفها على الأسلحة والأصول العسكرية. ولذلك الناتو يعتبر أهمية كبيرة لحفظ السلام. جيوش العالم متورطة ب5% من الانبعاثات الكربونية، والقوات الأمريكية هي الأضخم في الناتو، تتصدر هذه النسبة. هل لديكم أي خطط لتقليص هذه النسب؟ نعم، لدينا خطة لذلك، وهذا مهم بالنسبة إليك أمين عام لحلف شمال الأطلسي، حتى يكون كل الأعضاء منخرطين في هذا، حتى يكون هناك استخدام للتكنولوجيات لتقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي. وأنا واثق أنه في المستقبل المحرك الأساس للمركبات الكهربائية سيكون مسرعا لكل التقنيات الخضراء، سواء في قطاعات مختلفة، وبالتالي سنبتعد أكثر عن الوقود الأحفوري، ولهذا سيكون هناك تكنولوجيات في هذا الصدد حتى في الصناعات العسكرية. دعني أنتقل معك يانس إلى أوكرانيا تحديدا. تقولون أنه لا ضغوط على أوكرانيا للدخول في محادثات سلام مع روسيا، طيب ما رؤيتكم للحل إذن؟ متى ترون أنه الوقت المناسب لبدء هذه المفاوضات؟ يجب أن نعرف أن الأوكرانيين هم الذين يقررون متى يتفاوضون ويسعون لحل سياسي، لأننا نعرف أن دولة جارة كبرى مثل روسيا غزت أوكرانيا، وأوكرانيا لم تكن تفكر قط في مهاجمة روسيا ولم تهاجمها، لكن روسيا هي التي هاجمت أوكرانيا. والآن الرئيس بوتين هو الذي عليه أن يجلس للمفاوضات عندما يكون هناك ضمانات لحفظ سيادة وحدود أوكرانيا، وكذلك يجب تحرير ما يزيد من الأراضي وما يكفي من الأراضي الأوكرانية، وحتى تكون أوكرانيا في وضع وموقع أفضل للجلوس لطاولة المفاوضات وإيجاد حل. ما الذي سيقنعه بذلك؟ أعتقد أن ما قد يقنعه هو ما سيحدث في الميدان، لأن هدفه كان الاستيلاء على أوكرانيا في خضم أيام، ولكن هذه الحرب طالت، وكان مخطئا عندما قلل من الشجاعة والبسالة التي أظهرها الأوكرانيون. كذلك حلف شمال الأطلسي قام بجهود عديدة من أجل مساعدة الأوكرانيين، ولذلك حتى يكون هناك سعي للتفاوض وإيجاد حل سياسي سلمي، يجب أن نراهن على ما سيحدث في الميدان وتقوية موقع أوكرانيا حتى تكون بشكل أقوى عند التفاوض، وحتى يكون هناك الوصول إلى حل متوافق عليه. يانس، أريد جوابا مباشرا على هذا السؤال، هل فشل الهجوم الأوكراني المضاد نعم أم لا؟
كسبوا الكثير وحرروا نحو 50% من الأراضي التي كانت احتلتها روسيا بداية الحرب. الخطوط الأمامية كانت قد واجهت بعض الصعوبات في الأشهر الأولى، لكن كان هناك تكبيد للخسائر من جانب أوكرانيا للقوات الروسية. وفي الوقت الحالي ليس لدينا سلام، لكن نعرف أن روسيا تستولي على أراضي عديدة من أوكرانيا. هل يعني ذلك أن الغرب استهان بالقدرات الروسية؟ حسنا، الرسالة الأساسية هي أن روسيا قللت من قدر أوكرانيا، لأن بوتين كان يعتقد أنه سيستولي على أوكرانيا في غضون أيام أو حتى أسابيع، والآن أوكرانيا كانت قد حررت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا. والحروب بشكل عام سيئة، ورأينا كيف استخدمت روسيا الحبوب كسلاح، وحاولت أن تستخدم هذا السلاح وتسببت في ظاهرة عالمية وزيادة الأسعار على الصعيد العالمي، واستخدمت كذلك الطاقة كسلاح ضد الحلفاء في أوروبا. وبالتالي تم استخدام الحبوب كسلاح للعالم، وهذا أدى إلى زيادة الأسعار. لذلك روسيا استخدمت الحبوب كسلاح وكذلك الطاقة كسلاح، وأيضا يجب أن ندعم الدول في حفظ حدودها. قبل ما ينتهي وقتنا، هل ستدخل أوكرانيا إلى الناتو في العام 2024؟ ما الذي يعرقل هذا الدخول، ومن أبرز معارضيه في الناتو؟ من المبكر أن نعرف متى ستنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن الذي اتفق عليه الأعضاء هو أن أوكرانيا ستصبح عضوة عندما تتم تلبية الشروط والالتزامات والمتطلبات اللازمة. سنساعدهم على عصرنة قوتهم العسكرية حتى يكون هناك قابلية لتشغيل البين، وكذلك مجلس حلف شمال الأطلسي يجب أن يعمل على عدد من القضايا. كل دولة لديها الحق في أن تختار مسارها، والناتو يحترم حق الجميع في أن يخرجوا من الناتو أو يبقوا خارج الناتو أو أن ينضموا إليه وفق شروط محددة، وبعد ذلك نرحب بهم كأعضاء. يانس ستولتنبرغ، شكرا لك لوجودك معنا في سكاي نيوز عربية ولإعطائك هذه الفرصة. شكرا جزيلا على استضافتي.